انتبهوا أيها السادة، زي ما عودناكم كل يوم هنطرح موضوع جديد يكون محور مناقشتنا سوا طول الحلقة. والنهاردة احنا هنتكلم عن شيء مهم جدا لازم يكون عقيدة في حياة أي إنسان عاوز يكمل مشوار حياته. كلامنا النهاردة عن التحدي اللي من غيره هنقع عند أول مطب يقابلنا ومش هنقوم لنا قومة تاني. ده حتى الناس الكبيرة أما بنلجأ لهم عشان ينصحونا لو الدنيا جت علينا بيقولولنا إيه؟ انشف كده متخليش الدنيا تغلبك. وشاعرنا العظيم أحمد بيه شوقي بيقول: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يعني الدنيا عاوزة اللي يغلبها وما يستسلمش لأي حاجة تكسره ويعاند ويعافر ويخطف هدفه من بين سنان الأسد. هو يعني أي فكرة أو حتى اختراع جديد وصل للناس إزاي إلا بالتحدي؟ لأن أكيد صاحبها قابل عقبات قد كده. أبسطها إنهم كانوا بيقولوا عليه مجنون، ويمكن ناس كتير قوي حرمت نفسها من شرف النجاح وتحقيق أحلامها عشان طلعوا ضعاف واستسلموا للسلبيات، وقعوا عند أول مشكلة واستسهلوا إنهم يعلقوا أخطائهم على شماعة ناس تانية. يعني مثلا مدير ظالم أو مسؤول عنده عقدة ومش عاوز حد ينجح، وفي كمان اللي بيسرق أفكار غيره وينسبها لنفسه. أنا معاك إن ده موجود ومنتشر في حياتنا، وياما كلنا شفنا أشكال من دي، بس ده مش المفروض إنه يخليك تهبط وتعقد نفسك بسبب ناس مريضة. امشي في الدنيا وخلي التحدي هو سلاحك اللي ما بيسيبكش، وما تخليش أي حاجة تغلبك ولا حتى المرض. أقول لكم على حاجة، خدوا الباور بتاعكم من حكم الناس البسيطة. يعني الست اللي واقفة بتبيع في الشارع دي تلاقي وراها حكاية كبيرة قوي، لو قعدت وسمعت منها هتقولك أنا تعبت وشقيت لحد ما ربيت عيالي أحسن تربية وطلعتهم دكاترة ومهندسين، وأكيد قدام ده شافت الويل وعدت على مطبات كتير جدا أنشف من مطبات الطريق الدائري. في نماذج شقيت وتعبت عشان تكمل في الدنيا دي، وفي علماء وعظماء ومفكرين كبار كان بينهم وبين الفشل خطوة واحدة لكنهم ما خطوهاش ومشيوا عكس الطيار، حققوا نجاح وصنعوا لنفسهم مجد. الناس دي كلها اتكلمت وبتتكلم وهتفضل تتكلم عنه حتى بعد ما رحلوا عننا. التحدي يا سادة هو اللي بيخليك تتغلب على الخوف والمرض وبيديك قوة تهد بيها أي عقبات. طول ما احنا عايشين في الدنيا دي يا ما هنقابل عقبات كتير. وسؤال حلقة النهاردة هو: احكي لنا تجربة اتحديت فيها نفسك أو غيرك. زمايلي في الكنترول بيقولوا لي: ما تحكي لنا انت موقف كده عن نموذج للتحدي قابلتيه في حياتك او نصيحة قالت لك في لحظة يأس غيرت مجرى حياتي. بصوا انا بصراحة يعني مش هكذب عليكم، انا ما قابلتنيش عقبات كتير، انما قابلني العقبات اللي بتقابل اي انسان بيدخل مجال شغل جديد. طبعا انا في شغلي كانوا دايما يقولوا دي بنت فلان وبنت فاخر فاخر. التحدي اللي انا عملته ان هو انا قلت لا، انا دخلت الوسط فعلا على حس ابويا الله يرحمه، وعينت في المسرح القومي برضو بعد ما توفى والدي. التحدي اللي كان لازم اعمله اللي هو ايه؟ اللي هو ما يقولش ما هي عشان بنت فاخر فاخر بتمثل، لا، اجتهدت وتعبت عشان اوصل للي انا فيه دلوقتي. اتحديت، كان في عقبات طبعا، مش ما كانش فيه، لكن انا اتحديتها بشغلي عشان اوري الناس ان انا مش بنت فلان بس، لا، انا هالة فاخر، بنت فاخر فاخر. في الاول طبعا انا كنت يعني خايفة من التجربة، بس أنا الجينات بقى، الجينات كان فيها التمثيل ده. الحمد لله ناس كتير وقفت جنبي من زمايل أبويا الله يرحمه، وناس كتير قوي شجعتني،
لحد ما وصلت اللي انا فيه. اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. ولسه كل ما الواحد يعني بيكبر سنه كده، مش في العمر لا، في العمل، بيخاف اكتر. يعني انا في ناس اول ما ادخل المسرح قبل ما ادخل يعني يقولوا لي انت ايه، في ايه مالك؟ يعني فعلا بتبقى دايما متلجه وببقى متوتره جدا، لانه انا عندي دلوقتي اللي خاف عليه، اللي هو الحمد لله رب العالمين انا حققت شويه من النجاح اللي لازم احافظ عليه. هي دي تجربتي، بس الحمد لله رب العالمين يعني ما حصلت ليش وقعات كتير. لكن كانت امي الله يرحمها تقول لي الخبطه اللي ما تصيبش، لا، الخبطه اللي ما تموتش تقوي. والواحد كتير بيتخبط في حياته كتير قوي، بس يلا بنرمي ورا ظهرنا.